الكتاب التاني الشاطر رياضة رابعة ابتدائي. الشاطر رياضة رابعة ابتدائي برضو نزل امبارح 2025. تعالوا نشوف الكتاب من جوه، وطبعا برضو حرصت على اني شفت الكتاب ما عليهوش اي ستيكر ولا السعر عليه اي ستيكر. اهو استنوا نفتح، اهو تقسيمة الكتاب من جوه، الوحدات، مراجعلي على القيمة المكانية والقيمة العددية، اختار الاجابة الصحيحة، وعمل لي تقييمات على الدروس الاول قبل ما يبدأ في الدروس الجديدة. اهو تقييم 2، وده المنهج بقى هو بتاعنا اهو. طبعا عجبني قوي الشاطر، متقسم تقسيمة حلوة، اقرب شوية، وطبعا بالارقام الجديدة، والشاطر عامل شغل جاحد يعني. طبعا في الاخر في اجابات اهو، تمام، ومدي تمارين كتير قوي، وانا اصلا بحب كتاب الشاطر جدا، وبحس ان هو كتاب حلو ومليان. الوحدة التامنة خارج القسمة، شوفوا يا جماعة الكتاب مليان تمارين ازاي. الشاطر رياضة رابعة ابتدائي الترم الاول 2025، عايزة لايكات كتير وعايزة شير كتير عشان خاطر الكتب دي توصل لاكبر عدد من الناس. الاسعار يا جماعة غلت زيادة عن الترم اللي فات، كل كتاب حوالي زايد من 10 ل 15 جنيه، وهعمل لكم فيديو عن الاسعار برضو عشان تعرفوا الدنيا راح فين. كتاب الشاطر مليان قوي تمارين، وتمارينه حلوة، ورقته مش خفيفة خالص، وشوفوا التمارين بتاعته ازاي متقسم تقسيمة جميلة قوي، مش سايب حاجة غير وجايب فيها تمرين واتنين وتلاتة، وكمان عامل اماكن للاجابة. وتعالوا نشوف السعر كام، سعره 125 جنيه. الشاطر رياضة رابعة ابتدائي الترم الاول يعني. تابعوني هنزل كل الكتب، ولكن انا محتاجة بقى للتشجيع ومحتاجة للشير، لان انا والله بوفر مواعيد نومي، ما بنامش عشان خاطر اصور لكم الكتب دي، لان انا طول النهار ببقى شغاله وعندنا شحن لكل مكان. هستنى الشير واللايك.